كان في موقف في 2016 كنت في انبي وكنا ماشيين كويس جدا، كنا بننافس على الدوري السنه دي، والسنه دي كانوا الدور الاول، كنت جايب 7 اجوان، وكابتن شو غريب كان هو المدير الفني، وهو كابتن احمد حسن ساعتها كان مدير كوره. فكان عندنا ماتش، كان المنتخب كان عنده ماتش مع السنغال، وكلمني في التليفون قال لي انت هتبقى معايا المعسكر الجاي، اعمل حسابك وخلي بالك والاصابات وكل ده. وقلت له ماشي، قال لي انا هتيجي هتلعب اساسي وركز جدا عشان انت ماشي كويس جدا وعامل ماتشات هايله. كابتن شاو غريب طبعا من الناس اللي انا بحبها جدا طول عمري، مقتنع كابتن شاو مدرب كبير جدا جدا جدا، ومدرب يعني في اي حته بيروحها بيعمل فرق كبير يعني. فقلت له خلاص ماشي. رحت كنا بنلعب دمنهور، وبعد ماتش دمنهور في دمنهور يعني هيعلنوا القايمه يعني. قبل الماتش دمنهور بثلاث ايام كنا عندنا ماتش مع رجاء، وكنت جايب جونين وماشي كويس جدا الحمد لله. فوجئت في المحاضره اللي انا احتياطي، فجئت بيت مش مصدق يعني، يعني اللي هو يعني ده حلم بالنسبه لي ان انا اروح منتخب مصر، وكنت زعلان جدا لو كان يعني كان لازم الناس تقف جنبي يعني. فحتى انا كلمت ساعتها المدير الفني قلت له انا 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 رايح منتخب مصر. فهو قال لي عمرو منتخب مصر ممكن تبقى احتياطي وتنزل تكسبنا. قلت له يا كابتن انا كنت ماشي كويس جدا، وفرصه وحلم ليا ان انا اروح منتخب مصر، ومفيش حد بيروح منتخب مصر وهو احتياطي. انا كنت بتكلم معاه باحترام وادب خالص، فهو حس ان انا مش مركز في الماتش، قام مطلعني بره السكور. وبعد الماتش تقريبا كابتن شو غريب ما خدنيش في القايمه، فكنت زعلان قوي 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 قوي. الموقف ده يعني من المواقف اللي عمري ما هنساها يعني.